السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد. النهارده جايين نتكلم على الكيبورد اللي انا بستخدمه، لان في ناس كتير قوي طلبت مني ان انا انزل لهم الكيبورد دوت. ناس كتير قوي ممكن لينك الكيبورد فانا حبيت ان انا اشاركه معاكم واوريكم المميزات بتاعته والجديد فيه. خلونا نبدا مع بعض واحده واحده كده. بس قبل ما نبدا في اي حاجه خلونا نخش نجرب الاول الكيبورد العادي بتاع التليفون ديت. النسخه طبعا اللي انا نزلتها، لو ما شفتش الفيديو بتاعها هتلاقيه موجود قبل الفيديو دوت بفيديو بتاعي او اتنين. فخلونا برضو نشوف كده الكيبورد العادي. بص مثلا لو هنكتب احمد خالد، الموضوع بتحس ان هو واخد وقت شويه، الكيبورد مش حلو، مش مستحب، حتى ما فيهوش مميزات، ما فيهوش خصائص، ما فيهوش حاجه جديده، حاسس ان هو تقليدي جدا. انما هنشوف الكيبورد دوت مع بعضينا وهنشوف اختلاف باذن الله. المهم اول واحده فوق ديت اللي هي التفعيل الكيبورد، هندوس عليها بالشكل دوت هيدخلك عند اللغه والادخال، او بمعنى اصح لوحه المفاتيح او اللي هي المكان بتاع الكيبورد. هتدوس على اداره لوحه المفاتيح اللي هي ديت، وبعد كده هتفعل الكيبورد بالعلامه الصح اللي جنبه دي، او علامه العلامه اللي جنبه ديت عموما، وبعد كده هتدوس موافق، وبعد موافق هتدوس موافق تاني، وبعد كده انت فعلت الكيبورد. تمام كده، كده احنا فعلنا الكيبورد. طب عايزين نحط الكيبورد ككيبورد اساسي او نخليه هو الاساسي بتاع التليفون. طبعا ما بيتعملش من هنا، بيتعمل من الكيبورد ذات نفسه. تاني واحده اللي هي تحت دي، ايوه ديت، هتختار بعد كده ايه اول واحده فوق خالص، او بمعنى اصح اسم الكيبورد هتلاقيه احمد اسرائيلي او كيبورد اسرائيلي، فهتلاقي الكيبورد اتفتح معانا بالشكل اللي انت شايفه ده. طب تمام، ديت الحافظه بتاعت الكيبورد زي ما انت ما شايف، هي ديت الحافظه بتاعت الكيبورد. المفروض ان انت بتقفل اول واحده فوق خالص وبتعمل علامتين صح على الثانيه. دوت الاشكال بتاعت الكيبورد اللي موجوده جنب جنب الكلام وكده، تقدر تلاقيها في الارقام اللي هي 1 2 3 اللي موجوده تحت خالص على الشمال. لو قلبت تاني هتلاقي برده بقيه الحروف وبقيه الحاجات ديت ممكن تحتاجها لو انت عايز تعمل فيروس جديد او غيره. دوت الايموشن طبعا موجود برده في نقطه الزيرو اللي تحت خالص دي. لو فضلت دايس تحت خالص على رقم 1 2 3 هيفتح لك القايمه ديت. اول واحده اقتراح الكلمات، وبعد اقتراح الكلمات ديت بقى تقدر تشوف اللي انت عايزه فيها. لو انت محتاج اي حاجه من هنا، او اللي انت محتاج تعدل حاجه او تصمم حاجه على مزاجك انت في الكيبورد اللي انت بتستخدمه. تاني واحده الاهتزاز والصوت، ديت مسؤول عن الاهتزاز لما تيجي تكتب على الكيبورد يعمل لك هزه في الموبايل، والاصوات بتاعت الكتابه. الايماء ديت برضه تقدر تعدل فيها وتعمل فيها اللي انت عايزه. والتصميم اللي تحت هنا دوت تقدر تخلي الوضع افقي، الوضع عمودي، تعمل اللي انت عايزه في الكيبورد، يعني تقدر تعدل فيه 190 درجه. المظهر ديت بقى موجود فيها السمات، السمات ديت طبعا هي اللي احنا هندور عليها. ديت كل السمات معانا 9 سمات كاملين، اول واحده فوق خالص اهوت، هنجرب كل سيم واحده واحده. خلينا نجرب السمات مع بعض. ديت طبعا كل السمات اللي احنا جربناها، بس انا طبعا بفضل السيم رقم 3 دوت او 5، الاثنين حلوين ومخففين. ديت العربي والانجليش، طبعا اي كيبورد بيبقى فيه عربي وانجليش، بس ديت بقى الزغرفه تقدر تحط الشكل اللي انت عايزه من الزغرفه ديت. لو هتدوس على الحرف شويه هيفتح لك حاجات كتير قوي زي ديت، تقدر تختار منها اللي انت عايزه لو انت عايز تعمل فيروس جديد. خلونا كده نشوف في حاجات قد ايه محطوطه في الكيبورد دوت، وحاجات قد ايه مختلفه واول مره تشوفها في حياتك على ما اعتقد، لان اللي انا شايف الوضعيه بتاعته مميزه شويه. خلونا نبص كده حاجات قد ايه، حرف الاف فيه مقصات اهوت، وحرف الغين، كل الحروف فيها حاجه، حرف القاف، بص كل حرف فيه حاجه، حرف الصاد، لو هتخش على كل حرف حرف وتبص هتلاقي كل حرف جواه حاجه مختلفه عن التاني، تقدر تستخدمها لو انت عايز تعمل فيروس، او انت عايز تعمل حاجه معينه، او انت حابب ان انت تشكل الكلام، تغير شكل الكلام، تعمل اللي انت عايزه، هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. طبعا حرف اللام دوت محطوط فيه ايات قرانيه، وحرف الالف وحرف التاء وحرف النون، كل الحاجات ديت موجود فيها برضو
الاشكال الغريبه ديت والحروف دي كلها. فيعني انا شايف كده ان الحاجات دي تقدر تستخدمها مثلا في فيروس، تقدر تستخدمها مثلا في ان انت تشكل الحروف، تغير في الكلمات، تعمل كلمه جديده، تزغرف اسمك، تستخدمها في الزغرفه، تستخدمها في اي حاجه. المهم ان انا هيبقى ليها لازمه كبيره معاك طبعا. ديت الموجوده في كلمه اسرائيل اللي مكتوبه تحت خالص، هي مكتوبه بالعربي. ده الكيبورد ده كنت عامله ايام ما كانت القناه اسمها احمد اسرائيلي. فيعني دوت الزغرفه بالانجلش برضو هتلاقي فيها حاجات كتير جدا هتفيد. المهم خلينا نكمل برضو ونشوف بقيه الزغرفه موجوده هنا بالانجلش وبالعربي. لو انت محتاج اي حاجه منهم، لو هتزغرف بيها اسمك بالانجلش وتزغرف بيها اسمك بالعربي، هتلاقي دوت موجود ودوت موجود، وديت برضو بقيه الزغرفه بتاعت العربي بس بشكل تاني. يعني لو عايز تكتب اسمك على طول زي كده مثلا احمد خالد اهو زي كده مثلا، فاللي انت عايزه هتلاقي كله موجود في الكيبورد. تمام كده. يعني انا شايف ان الكيبورد لحد دلوقتي يعني حلو، حلو جدا، وخصوصا الكيبورد بيشيل الفيروس. يعني تقدر تاخد الفيروس كوبي ومش هيهنج لك الحافظة، الحافظة مش هتهنج معاك لو خدت الفيروس كوبي مهما كان نوع الفيروس ده. المهم هنا اللغات، لو انت عايز تختار اللغات بتاعتك هتقدر تختار اي لغة انت عايزها تحطها في الكيبورد او تشيلها. انا هشيل اللغات دولت لان هما ملهمش لازمة، انا مش محتاج الا دولت بس. اللي تحت دولت انا مش محتاجهم لان انا ما بزغرفش اسمي او بكتب عموما بالزغرف. طب تمام. هنا اعدادات اخرى ديت برضو هتلاقي فيها حاجات انت محتاجها، مثلا تطويل الكيبورد، تقصير الكيبورد، ان هو حاجات انت اكيد هتبقى محتاجها في يوم من الايام، فبرضو تقدر تشوفها من هنا. وديت النسخ الاحتياطي برضو لو انت محتاجها هتلاقيها برضو هنا، هو النسخ الاحتياطي والاستعادة. وفي الاخير دوت كيبورد السراب البعيد من تعديلي وقبلها تعديل ديجو. يعني لحد هنا كده انا شايف ان الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو انت اول مره تشوفني، لو انت اول مره تشوف حلقه ليا، ما تنساش لايك للفيديو، خش خد لك جوله سريعه كده واشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.